مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي كان أول ظهور الشاهد الأول عمر والشاهد الثاني مصطفى اللي تكلموا لنا على القضية ديال سميحة المختفية، في خضم الموضوع من بين النقط اللي شاروا لها في الحوار أنه سي عمر اللي عنده 70 سنة كانت الأمنية ديالو الشيخ يوقع عليه على المساعدة أو الهبة اللي كتجي من جلالة الملك، إلا أن الشيخ له رأي آخر. هذا الكلام أثر علي بشكل كبير، واختمت في الأخير ووعدت بأن سوف أنطلق لعي المكان من أجل هاد الشابة اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. هي فاطمة عندها حوالي 34 سنة، ما عمرها شافت الضوء، عندها إعاقة من جميع الجوانب، الأب ديالها ما فحالوش، وعندها أخت وحدة هي اللي كتقابلها. نتواجد الآن في عقر دار فاطمة الزهراء. مشاهدينا الكرام، الهدف في الموضوع في الأول هو كل من له صلة للبحث عن اختفاء سامحة، إلا أن القضاء والقدر له رأي آخر. في خضم الموضوع درج الاسم فاطمة الزهراء اللي لفت انتباهي انتباه ديالي بشكل كبير. فاطمة الزهراء 32 سنة، عندها إعاقة، ما عمرها شافت الزنقة، والأب ما فحالوش، وهذا شق إنساني محض. الآن غادي ندخلوا عند فاطمة الزهراء ونشوفوا الأخت ديالها. تبعوا معايا. السلام عليكم. سي عمر، لاباس؟ كتهضر معايا وكتبكي. أنا جيت عندك كما وعدتك. فاطمة الزهراء هي هاد البنية 34 عام، هي اللي عندك. واش غنقول لك؟ كرفسين وبني ادم ما هو قام كل دهن، والشيخ قلنا ليه صورنا اوراقه باش تخلص الدريريه. الدوله شي ديالها كثير، اللهم لك الحمد وجلاله الملك، وما صورنا والو. من جابكم الله غتعاونوا معنا لهاد الدريريه باش يشوفها امه سيدنا محمد صلى الله عليه، يشوفوها كيفاش الحال ديالها. راه 34 سنه وحنا كرفسينا معاها. هي ما عمرها خرجت، ما عمرها شافت الضو، ما عمرها شافت المدينه، ما عمرها شافت الحمام. وتقول ما عمر فين بتخرج لو تشيلي بغاديه. الى مرضت نهزوها تم لابيلانس كنخلصوها بالحسان، ما يعطوناش لابيلانس فابور، ياك الدوله ديال الدوله وما كيعطوناش فابور. وعينا رحنا خليناك، راه مسكينة قاعدة ترجى الله. دابا حيت مسكينة كتبقى ناعسة، هي ما كتمشي ما والو، وكتقعد تقلبوها باش يقلبوها ويدهنوا لها داك الشيء باش تموها ونشروا لها. راه الخروج عندها ما كتخرجش إلا ما دهناه، إلا ما داروا لها الدواء ديال الصيدلات. قاعد يعرفوني البهربة سيد المختار، ولا تفتشت ولا تصويرة، نقول لهم قول لي هذيك الدرية معوقة، يعطونا الدواء ليها. ايوا نطلب الله. انا تمنيت نهضر معها، ولكن قلت لي اعاقه، وتنشوف المخرج انه يوضع ما امكن في الصوره. مشاهدينا الكرام، هذه فاطمه الزهراء. صراحه والله العظيم الى فاطمه الزهراء 34 سنه، ما عمرها شافت الزنقه، اعاقه من جميع الجوانب، ما كتكلمش وما كتسمعش وما كتمشيش. 34 سنة. غادي نشوف الموضوع مع الأخت ديالها. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. أنتي هي الأخت ديال فاطمة الزهراء، كتهضري معايا وكتبكي. عاودي ليا، أنتي اللي كبرتيها وأنتي اللي سمحتي في الدنيا على قولها، قلتي لي أنا نبقى معاها حتى يبغينا الله. تفضلي. أش نقول لك أستاذ؟ الأخت ديالي عندها إعاقة حركية وذهنية، ما كتمشيش، ما كتهضرش، ما كتاكلش بيديها. كيفاش كديري معاها انتي من عندها الإشكاليات؟ كيفاش كتعيشي معاها؟ كيفاش؟ ما عمرها مشات للحمام ولا كتعوميها في الدار كلشي؟ ما في الدار كنوكلها. إلا ما قعدناش ما كتقعدش، ضروري لها من الدواء. عندها مرض ديال، من غير الإعاقة عندها مرض ديال الإمساك مزمن، ضروري من الدواء.
والدواء غالي. هاد الجماعة هنا واش قال لي الأبدية، قال لي الشيخ غير المساعدة ما بغاش يسني ليها، وهاد الجامعة ما عمرش يحط فكرها. ما هما قال المسؤولين اللي عارفين عندنا بنية معاقة. هي انا عرفتهم عارفين، قولي اش داروا. انت شي حاجة حتى من المساعدة ديال صاحب الجامعة ما كنستفدوش منها. كيفاش كتشوفي انت هاد المهمة اللي عندك معاها؟ 34 عام، انت اختها اكبر منها، وانت اللي كبرتيها ملي تزادت. وجاوبيني عليه، امتى اكتشفتوا بلي عندها هاد المرض؟ من البداية، من الزيادة ديالها، من الزيادة ديالها، ماشي زادت عادية بحالها، بحال داك الوقت اللي كان خاصها هي تولي توقف هذيك الساعة. يلا ولات كتحبو، من هذيك الساعة حنا عرفنا بلي عندها إعاقة. وسمحتي في كل شيء على قولها؟ وضروري، ما غاديش والديا ناس كبار ما غاديش يقدروا عليها. الوالدة عندها الروماتيزم، ما تقدش عليها. أنا اللي بقيت مقابلة. واش غنقول لك؟ الله يسترك في الدنيا وفي الاخره يا ربي. مشاهدينا الكرام، الكلمه الاخيره مع الاب. الحقيقه اللي قلتي لي، جينا لعين المكان شفناها وانت كتهضر معايا وكتبكي. قول لي النداء اللي بغيتي قولوا لي. وكانت المؤمنين يتعاونوا معنا في الدريريه. راك شتي بعينك، ما عندناش حنا باش نوضوا معاها، ما عندناش الدواء كافيين، والمسؤولين كل شيء عارفين عندنا الدرية. وتامن مشيت للشيخ قلت عليه ما نبغاش، ومشيت قلت عليه للقيد، وقال لي القيد علاش انت اللي ما كانت الدرية تصيني لها الورقة؟ قال لي لا غنتيني عليها وما تصينيش الآن. ومعروف لا من الشيخ ولا من كل شيء عارفين اني، ولا من الرئيس ولا المسؤولين تاع القبيلة، كل شيء تاع البلاد عارفين اني هذه عندنا معوقة. حنا طلبناها غام مولين الجلبة باش يجو يجلبوا لها هنا، ما بغوش يجوا لها. قال خصك تجيبها لينا من جلبتش. والكيلومترات بين الدوار عندكم القبيلة البلاصة فين؟ شحال الكيلومتر؟ يكون شي كيلومتر، 3 كيلومتر للجامعة، ماشي بعيدة بزاف. الجامعة والإقليم يعني مرامر. مرامر غتكون لها شي 12 كيلومتر ولا 14 كيلومتر جيدها. دابا هي قال لك جيبها لينا، ما يجيوش لعندها. لا قال لك جيبها لنا سيدي محمد. شحال بعيد؟ شي 2 كيلومتر ولا 3. هذا الجن. واش غديها انت؟ ايوا لا يلا يلا، خصك تكري لها شي طاكسي ولا تكري لها شي حاجه، وحنا ما بحالناش. لا وبقى هذاك اجل. وقلنا حتى للقايد، وقال لي غادي نقولها للمولين هذوك الطبه باش يطرقوها، وما جاوش. الله يفرج عليك يا ربي، والله يصلح لك بنيتك. حتى هي اللي دارت، كدير مسكينه فوق من جهدها ياك. دولي على هاد البنيه مزيان، حتى هي مسكينه دوات من نهار تزادت. هي مقابله ان هي مسكينه، هي اللي تعومها، وهي اللي كتنقص لها الراس وتصاوب لها داكشي وتقادها وتستفها وتغسل ليها وديها بحال الصبيه. هي عندها وسمحت في الحياه ديالها كلها هي، وقعدت معاها هي، ما بقاتش قداش تمشي لشي بلاصه ولا شي حاجه باش تفوتنا. قالت لك امها عيانه، انا هاني شويه كان خرج بخير، والمراه عيانه شويه عندها الروماتيز ديال البروده بزاف، ماشي مشكل. والله لا يلا الصبر، والله يجعل البركه في سيدنا، ونطلب الله تبارك وتعالى يفرج عليها بخير هاد البنيه، احنا ما كرهنا ليهاش. اللهم امين يا رب. شكرا لك، الله يحفظك ويصلحك يا ربي. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في موضوع العلاقة بهذا الملف، كما قلت في السابق، السي عمر هو من الجوار اللي متتبع القضية ديال سميحة المختفية. في خضم الموضوع في الفيديو السابق تكلم لي على بعض سلوكيات الشيخ الذي هو موضوع النقاش، ما بغاش يوقع ليه من أجل أنه هاد الشابة تستفد من المساعدة. له رأي آخر بطبيعة الحال، إلا أن هذا الحوار اللي درج معايا غير لي الأمور، ما هو إنساني بشكل كبير. 34 سنة فاطمة الزهراء ما عمرها شافت الزنقة، عطاها الله عز وجل هاد الوالدين وهاد الأخت النبيلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، اللي سمحت في الحياة ديالها من أجل أختها، وقالت لي غنبقى معها
حتى يبغينا الله. مشاهدينا الكرام، العائلة الوضع ديالهم جد صعب، ما فحالهمش. وهذا النداء كنوجهوه للمغاربة، أرجوكم كل من ساعد هذه العائلة أجره محسوم عند الله. لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، نحن لا صلة لنا بالشق المالي، المساعدة تكون بين المحسنين وذاك المحتاج. غادي نوضع رقم الهاتف ديال الأخت ديالها، ويا ربي نساعدوها وفق المستطاع، كما نوجه النداء للمسؤولين السيد العامل أنه يدير واحد التفاتة لهذه الشابة اللي جالسة مسكينة 34 سنة من اللي من كيدوروها الليصر، ما كتمشيش، ما كتسمعش، ما كتهضرش، إعاقة صعبة والعائلة ما فحالهاش. طلبوا أبسط شروط الحق ديالهم في التطبيب وما كاينش اللي حن فيهم، وصراحة الأمور واضحة. مشاهدينا الكرام، النداء ديالنا المسؤولين كذلك والجمعيات اللي يقدر يساعد هذه العائلة في هذه الظرفية الصعبة. فاطمة الزهراء، الله سبحانه وتعالى هو القادر، هو اللي عطاها الامتحان في الدنيا، ودورنا هو إيصال الصوت ديالها إلى كل من يهمهم الأمر أو من يبحثون بصفة عامة عن الأجر مع رب العالمين. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع دائما القضية ديال فاطمة الزهراء، وسوف أوفيكم دائما بالجديد في الموضوع. الكلام اللي غنختصر به هو الله عز وجل اللي كيدير الأسباب. أنا كنناقش الموضوع ديال سميحة المختفية في عمق المنطقة اللي تزادت فيها، كنكتشف ظاهرة أخرى اللي هي هذه الطفلة وهذا الشاب 34 سنة ما عمرها شافت الضوء، وكيتنطق لي الاسم ديال الشيخ موضوع النقاش الذي له علاقة وفق ما نتوفر عليه من أدلة بالمختفية سميحة. أسباب والمسببات تختلف، والغاية واحدة، أمر من الله أننا جينا وشفتوا معايا هذه المأساة صراحة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.